شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة. شهد حفل ختام بطولة العالم لفنون القتال المختلطة أكبر حدث رياضي في القارة الآسيوية، والتي شهدت إقامة أسبوع بريف الدولي للقتال، والذي أقيم في البحرين تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بتنظيم من الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة بالتعاون والشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة واتحاد القتال الشجاع، حيث شهدت إقامة النسخة الخامسة من بطولة العالم للهواة والنسخة الثامنة عشرة من بطولة القتال الشجاع بريف، وأهدى اللاعب باشا الميدالية الذهبية لمملكة البحرين في اليوم الختامي في آخر نزالات البطولة. ورفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة حصول مملكة البحرين على 9 ميداليات ملونة. وقام سموه بمتابعة جانب من النزالات القوية بين المقاتلين بحضور جماهيري كبير. وأكد سموه أن النجاح الكبير الذي حققته بطولة العالم لفنون القتال المختلطة جاء بفضل الدعم الكبير والاهتمام المباشر من قبل جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، مشيرا إلى أن البحرين تمكنت من إبهار العالم بتنظيم الفعاليات العالمية بصورة مثالية واحترافية بكل اقتدار ونجاح. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للبطولة وحضوره لها، وقال سموه إن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يسعى إلى بناء رياضة قوية لمملكة البحرين في مختلف الألعاب الرياضية، ويحرص سموه على متابعة جميع المنتخبات والفرق الرياضية التي تمثل البحرين وتوفير كافة أسباب النجاح لممثلي البحرين. ونوه سموه بالحضور الجماهيري الكبير، مشيرا إلى أن جميع حلقات التنظيم الرائع كانت مكتملة، واتخذت اللجنة المنظمة كافة الإجراءات التي تجعل من البطولة ناجحة. هذا وبارك سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للاعبي منتخبنا الوطني الحائزين على الميداليات في بطولة فنون القتال، متمنيا لهم دوام التوفيق في الفترة القادمة، كما شارك سموه في تتويج الأبطال.
أيام طوت وأسدلت الستار عن حزمة من الفائزين في أكبر مهرجان رياضي في القارة الآسيوية متعلق بفنون القتال المختلطة. وسط مشاركة عشرات الدول في هذا التجمع الذي احتضنه سمو الشيخ خالد بن حمد في المنامة. يسعدني أن أعود إلى البحرين مرة أخرى لأشهد هذه البطولة التي انضمت إليها اتحادات عالمية عدة. الأرقام تزداد والمنافسة كذلك، وهذه هي رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد لتطوير هذه الرياضة إلى أعلى المستويات. أنا كرئيس لهذه اللعبة أفتخر بمشاهدة هذا الازدهار لهذه اللعبة. الحمد لله، يعني 55 دولة واتحاد ناجح ومتابعة حديثة من سيد اسمه الشيخ ناصر وسيد اسمه الشيخ خالد، وأعطى هذه البطولة ترى خلينا نقول زخم إعلامي كبير وأيضا نجاح خلاف البطولات اللي أقيمت في لاس فيغاس. الحمد لله، يعني أعتقد أن الهدف المطلوب اللي ركز عليه سيد اسمه الشيخ ناصر تم تحقيقه. الاتحاد البحريني في فنون القتال المختلطة فاز بجائزة أفضل اتحاد مستضيف لعام 2017 عن بطولة العالم النسخة السابقة، وإحنا السنة نظمنا بطولة أكبر، وإحنا يعني كلنا ثقة أن هذه البطولة إن شاء الله راح تكون مزروعة في 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 أذهان الجميع. مئات من المشاركين في هذه البطولة وصلت أعدادهم في مختلف المنافسات من مقاتلين وفنيين وغيرهم إلى 547 مشاركا، فضلا عن وجود طاقم طبي متكامل من أجل سلامة جميع المشاركين. منافسة هذا العام عالية جدا بالنسبة للفريق الطبي هنا، فقد وجدناه في أعلى مستوى مهني بل أكثر من أي دولة أخرى، وهذا ما يتواءم مع أهدافنا، فسلامة اللاعبين هي أهم شيء لدينا. هذه تاني مرة البحرين بتنظمها هون، عم بيعلوا كل مرة السقف مثل ما بيقولوا، تنظيم رائع مثل ما عم تشوفوا، الجو رائع، احتراف مش معقول عندنا أكثر من في احتراف بالتنظيم. هذا شيء كتير كبير بالنسبة لبلد بحرين صغير، بس مفعوله كتير كبير كان للعالم، والعالم كله عم تحكي فيها البطولة، حتى بأمريكا ما قدروا وصلوا ليعملوا هيك بطولة. قائمة نجوم المنتخب الوطني البحريني الذين دافعوا عن ألوان المنتخب في هذه المشاركة، وصلت أعدادهم إلى 20 لاعبا من مختلف الفئات، وقد حققوا 10 ميداليات ملونة منها ذهبية تلألأت في هذه البطولة. فزت 3 فايتات ووصلت للنهائي، وفي النهائي كان خصمي هو روسي، كان مستوى زين وقدر يتغلب علي في النقاط، بس الحمد لله أديت اللي علي، أديت مستوى ممتاز الحمد لله. السنة حصلت فضية العالم، وإن شاء الله أطور روحي وحصل ذهبية في الأيات. حبيبي والله. رؤية رياضية ثاقبة وتنظيم مبهر ومثالي جعل أنظار العالم اليوم تتجه نحو المملكة. ها هو أسبوع بريف ينقضي، وها هي بطولة العالم لفنون القتال المختلطة تكشف النقابة عن الفائزين فيها بمختلف الميداليات الملونة، ومن بينها الفريق البحريني الذي شرف المملكة وسط مئات المقاتلين من شتى دول العالم. لتلفزيون البحرين صالح يوسف.